اسمي بيان محمد حسن علام، قسم علم الحيوان، أستاذ مشارك في علم البيئة، بيئة الحشرات خاصة، لكن البيئة عامة. يعني في السنوات الأخيرة تخصصت في الحياة البرية. حدثت تغييرات في المناخ في 150 سنة الأخيرة، الحقيقة بداية الثورة الصناعية في أوروبا، حيث استعمل الوقود الحفري، وعندما تحرق تخرج منها عوالم فيها ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وبعض الغازات الأخرى، غازات الكبريت وغازات النيتروجين، وتتصاعد إلى طبقات الجو العليا. في البداية كانت شتت في طبقات الجو العليا، ولكن الآن تراكمت وعملت طبقة حول الكرة الأرضية، لأن الكمية كبيرة جدا، تنتج المصانع، تنتج آليات المواصلات وغيرها، فأصبحت يعني طبقة تزيد في سمكها يوميا. هذه الطبقة تسمح لأشعة الشمس بالدخول وتدفئة سطح الكرة الأرضية، ولكن عندما تعكس الحرارة وتحجز الحرارة وتسبب ما يسمى ظاهرة البيت الزجاجي، ده هيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا، أهمها جفاف المناطق الهامشية القريبة من الصحارى. لأن عندنا هنا في شمال دارفور وشمال كردفان في السودان. ثاني ذوبان الجليد يؤدي في المستقبل إلى ارتفاع مستوى البحر عموما، والمناطق المنخفضة على السواحل ستقل. والله في السودان للأسف الشديد، غير الحاصل في العالم كله، إحنا بنشاطاتنا الغير المرشدة زدنا من آثار ارتفاع درجة الحرارة. ويمكن من الأشياء التي يعني أضرت بالبيئة في السودان ضرر كبير هي إزالة الغطاء النباتي. الآن لا توجد غابات طبيعية في شمال السودان إلا في محمية الدندر ومحمية الردوم فقط. كل الغابات الأخرى أزيلت، حصل زراعة، والزراعة بسيطة جدا، زراعة يمكن 1% من الهكتار. والله حلول بسيطة، يعني عندنا في إدارة الغابات في سوبر بنك البذور، وبيجمعوا بذور بكميات ضخمة جدا، يحفظوها بطريقة علمية، وممكن يعني الولايات التي أزيلت منها الغابات تشتري من هذا البنك وتزرع. والله يمكن أهم حاجة وجديدة لحد ما بقت يعني حاجة، اللي هو أنه يجب أن يكون أي قرار يتخذ في أي حاجة لازم يكون فيه كل الناس المختصين في الموضوع، ما يتخذ شخص واحد. دي مشكلتنا في السودان. لكن لحسن الحظ لسه في بقى وعي شوية، يعني في 20 سنة الأخيرة اللي عملت حوالي 5 محميات جديدة في شمال السودان، اللي هي محمية البحر الأحمر، اللي عملت محمية سنغنير وخليج من غناب، وبرضه محمية تامية، واللي عملت محمية جبال الحسامية شمال المتامة، واللي عملت محمية وادي هور في الصحراء. لكن دي كان القرار اتخذ بعد ما خلاص اي كل الحيوانات الموجوده في الاثناء والنباتات. في اخر واحده اعلنت محميه جبل الداير في فبراير 2011، مش فبراير، ابريل 2011. فيعني ممكن البيئه ترجع اذا الناس سعوا في ذلك.
بدرجه كبيره من الانتقاد.